السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنشوف مع بعض آخر مثال على استخدام البريزنم ألجوريزم علشان نرسم خط موجود في التمن التامن. نفترض إن أنا عايز أرسم خط من النقطة 20 و14 إلى النقطة 25 و10. طبعا ديت الإكس واحد والواي واحد، ودي الإكس اتنين والواي اتنين. لما نيجي نرسم الخط ده هندخل مباشرة في تطبيق الثلاث قواعد اللي احنا قلنا عليهم كتير في الفيديوهات السابقة. أول حاجة هحسب الميل، فالميل هنا هيساوي فرق الوايات على فرق الإكسات، فيبقى 10 ناقص 14 على 25 ناقص 20، فيبقى بيساوي ناقص 4 على 5، يعني هيساوي ناقص 8 من 10. كده القيمة المطلقة للميل أقل من الواحد، فبالتالي أنا ممكن أشتغل على النقاط دي مباشرة، مش محتاج أي تعديل أو أي تبديل. هنحسب الدي إكس هتساوي 25 ناقص 20، اللي هي اللي بتساوي 5، فيبقى الدي إكس مش هعمل عليها أي تعديل. هنحسب الدي واي هتساوي 10 ناقص 14، فهتطلع بتساوي ناقص 4. فأقوم قايل له حط لي الدي واي بالقيمة الموجبة، فأقول له سيت الدي واي بتساوي الأربعة، بس ابقى عارف ان انا هعمل ديكريمنت للواي بدل ما كنت بثبتها او ازودها. دلوقتي ممكن نكتب الالجوريزم بتاعنا على طول. فاحنا عارفين ان البي نوت بتساوي 2 دي واي ناقص الدي اكس. بعد كده في كل مره احسب البي كي واشوفه اذا كان اقل من الصفر ولا اذا كان اكبر من او يساوي الصفر. لو كان اقل من الصفر في كلتا الحالتين بزود الاكس واحد كل مره، لكن قدامي حلين، يا اما اثبت الواي يا اما انقص الواي واحد، وبنقص الواي علشان الدي واي طلعت بسالب. البي كي الجديده هتساوي البي كي القديمه زائد 2 دي واي، وهنا البي كي الجديده هتساوي البي كي القديمه زائد 2 دي واي ناقص 2 دي اكس. هنحسب البي نوت هنا بكام؟ فهنقول ان البي نوت بتساوي 2 دي واي ناقص الدي اكس. الدي واي قدامك ب 4 اهيت، يبقى 2 في 4 ناقص الدي اكس اللي هي ب 5، فيبقى دي كلها بتساوي 8 ناقص 5 ب 3. وهنحسب ال 2 دي واي اللي هو الجزء ده، وهنحسب الجزء ده عشان يبقوا جاهزين معانا. ف 2 دي واي يعني 2 في 4 ب 8، وهنحسب 2 دي واي ناقص 2 دي اكس ديت هتساوي اللي هي 8 ناقص 2 في 5 ب 10، يعني هتساوي ناقص 2. هنيجي بقى نعمل جدول، فهكتب هنا الكي وده البي وده الاكس وده الواي. اول بي عندنا اللي هي البي نوت حسبناها ب 3، واول اكس وواي عندنا اللي هم 20 و14. هنيجي في كل خطوة هنزود الاكس واحد، فالعشرين هتبقى 21، ودي الخطوة الأولى. هنشوف البي اللي فاتت اللي هي البي كي اللي فاتت كانت بتلاتة، التلاتة أكبر من أو تساوي الصفر، يبقى هنقص الواي واحد، فالأربعتاشر هتبقى بتلاتاشر. والبي كي الجديدة بتساوي القديمة زائد 2 دي واي ناقص 2 دي اكس اللي طلعت بناقص 2، فتلاتة وناقص 2 يبقى بواحد. الخطوة التانية هنزود الاكس واحد هتبقى ب22، وهنشوف البي كي اللي فاتت نلاقيها اكبر من الصفر، فيبقى ننقص الواي واحد، فال 13 تبقى ب 12، والبي كي الجديده بتساوي القديمه زائد 2 دي واي ناقص 2 دي اكس، فواحد وناقص 2 يبقوا ناقص 1. الخطوه الثالثه هنزود الاكس واحد تبقى 23، وهنشوف البي كي القديمه هنلاقيها ناقص 1 اقل من الصفر، نثبت الواي فال 12 تفضل 12، والبي كي الجديده بتساوي القديمه زائد 2 دي واي، 2 دي واي ب 8 يبقى ناقص 1 ب 8 يبقى 7. الخطوة الرابعة هنزود الاكس 1 تبقى 24، وهنشوف البي كي اللي فاتت اللي هي 7 نلاقيها أكبر من أو تساوي الصفر، يبقى ننقص الواي 1 فال 12 تبقى 11، والبي كي الجديدة بتساوي البي كي القديمة زائد 2 دي واي ناقص 2 دي اكس اللي هي بناقص 2، 7 وناقص 2 يبقوا 5. والخطوة الخامسة والأخيرة هنزود الاكس 1 فتبقى 25، وهنشوف البي كي اللي فاتت نلاقيها اكبر من او تساوي الصفر، نقوم ننقص الواي واحد فال11 تبقى ب10، والبي كي الجديده مش محتاج تحسبها،
فيبقى انت رسمت الخط من النقطة 20 و 14 لحد النقطة 25 و 10. فيبقى دي هي مجموعة النقاط اللي المفروض تعمل لها سيت او المفروض انك انت تنورها علشان ترسم خط مستقيم من النقطة 20 و 14 للنقطة 25 و 10، والخط ده موجود في التمن الثامن.